سلام خياتي، سلام زينات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه وعافيه. انا الحمد لله. الوغ يا البنات، جيتكم فيديو جديد اللي هو الفراش تاع ليله الدخله اللي كنت ديتو معايا في جهازي، وراح نشارككم ني شريتو وشحال شريتو وشحال استقام لي، وتنصحكم بالعفايس اللي تقدروا تشروهم والعفايس اللي ما تسحقوهمش في جهازكم. وتن حبيباتي حنوريه لكم فرش ونوري لكم كامل واش فيهم. كملوا معايا الفيديو للاخر حبيباتي، على بالي بلي راهو راح يعجبكم وتستفادوا منه وتدوا افكار. وراح نوري لكم الديكور كيفاش ديكوراوها لي، يعني نهار التعلاق كي داو تروسو تاعي كيفاش فرشوها. دوكا كل وحده كيفاش يقولوا له هذاك النهار، كاين اللي يقولوا تعلق شورى، كاين يقولوا نهار التعلاق، كاين يقولوا نهار يدو تروسو، كاين اللي يقولوا جهاز العروسه. دونك حبيباتي هاد التسميه تختلف على حسب الولايه ولا المنطقه اللي راكم عايشين فيها. وقبل ما نبداو حبيباتي، نطلب منكم كامل ديروا لي لايك حلو كيما نتوما هكذا باش تدعموني، وتم باش تحفزوني ندير لكم فيديوهات شابين كيما نتوما. واللي مازال ما اشتركتش في القناه نقول لك حبيبتي اشتركي، ما راكيش راح تندمي، راهم جايين فيديوهات بزاف شابين. وراح نرجع نشارككم روتينات يوميه، وتانا راح نشارككم جهازي ونعطيكم نصائح على الجهاز، ونعطيكم تاني قائمه الجهاز اللي كنت درتها باش كملت كامل جهازي، ونعطيكم نصائح باش تقدروا تكملوا جهازكم وتلحقوا باش ديروا كامل واش راهو في خاطركم. واول حاجه حبيت نبدا لكم بها هي هذا الريدو اللي كان عجبني بزاف قماشه، وكنت خيرت هذا الموديل، لقيت بزاف لي موديل وانا كان عجبني هذا اللي جاي هكا في البلون كاسي وجوغ جاي بري. دوك نقرب لكم الكاميرا وتشوفوا كيفاش جاي بري، جاي بزاف شباب. وكنت خيرته نورمالمون فيه 5 مترات في الطول. وتانية البنات كان لصقلو هاد في الكاشريدو، لصقلو هاد العفسة هكا اللي جاية هكا بالعقاش، جات بزاف شابة. وكنت خيرت هاد الموديل تاع العقاش، وهذا يا البنات كنت شريته من ساحت شو هذا، وما شريتوش واجد، شريت خيرت انا القماش وهو خيطه لي على حسب ما راني حابه انا. وتقدروا تشروه واجد ولا تخيروا كيما انا، وتن تقدروا تخيروا الطول ديالو كيما حبيتوا، تحبوا ديروا 2 مترات ولا 3 على حسب دراهمكم، وتن على حسب لا شومبغ تاعكم. وتن حبيباتي كيما راكم تشوفوا كنت شريته في البلون كاسي، وشريت واحد اخر جاي في الباج، لي بانو تاعو جايين تاع قطيفه في الباج، ولوغيدو تاعو الدخلاني جاي كيما هذا، برك لي ديتاي تاعو يختلفوا. وكنت خيرتهم في الباج والبلون كاسي هكذا باش يخرجوا لي مع كامل الفراش اللي ديتوه في جهازي، يعني الفراش تاع الشتاء ولا تاع الصيف هكذا باش كي نفرشوه ما نحصلش يخرج لي مع كامل الفراش. وهذا يا البنات كان استقام لي 1500 كامل بالخياطه تاعو بالقماش تاعو، فوالا هكذا راهو يبان لكم تري تري بيان. ودوك يا البنات بعد ما كملنا مع الريدو نروحوا لحاجه وحده اخرى، واللي هي التلايق اللي يجوا داخل لي زيطاجور تاع الخزانه. وكما راكم تشوفوا يا البنات كنت ديتهم في البلون، وجايين هما قماش لاصقه فيهم هاد الضفيره، وجاي فيهم هاد لي نو تاع الحاشيه، جايين بزاف شابين. مي انا يا البنات والله ما يعجبوني، كنت شريتهم دقيقه الاخرى، كنت شريتهم من ساحتو هذا 120 ما كنتش حنديهم. مي ماما قالت لي لازم تديهم باش تفرشيهم هكا في الخزانه باش تجي شابه، ومن بعد حبيت تنحيهم ونحيهم. وكنت لقيت هذوك تان لي جو جايين هكا كامل بالدونتيل، وكنت خيرت هذوما باسكو جايين سامبل وما يبانوش هكذا شارجي بزاف. ودوك يا البنات جينا لحاجه وحده اخرى، واللي هي لي ديسوندولي كيما راكم تشوفوا. وكنت خيرت هذا الموديل اللي نفرشو نهار الاول، يعني مع التفريشه تاع نهار الاول. وانا كنت ديت دو موديل، كنت ديت هذا في البلون كاسي بهاد لا كولور، وكنت ديت واحد اخر في البلون كاسي مي لي موتيف اللي فيه جايين بالغري. وتن حبيباتي كنت خيرت هاد لي دو كولور باش يخرجوا لي مع كامل الفراش اللي عندي، يعني تاع الشتاء وتاع الصيف هكذا، باش كي نجي نفرش كاش حاجه نفرش لها وحده فيهم باش ما نحصلش معاهم. ودوك شوفوا معايا كيفاش جايين من التحت، جايين فيهم هاد لي بوين هكذا باش كي تفرشوهم تمشوا فوقهم ولا ما يزلقلكمش وما يقعدوش يلعبوا ولا يبوجيو. فوالا البنات، وهادو ما كنت شريتهم 500 من ساحتو هذا، وكنت شريتهم غير كيما خرجوا عندهم واحد العامين هكذاك ملي شريتهم. وهادو ما تاع الترك جايين بزاف شابين وخشان، وخرجوا هادوك دوكا اللي يجوا 200000، هادوك اللي يجوا رقاق، كاين تاع لاشين وكاين تاع الترك تانيت، مي هما جايين شويه خفاف وماشي كاليتي كيما هادوما.
وكما على بالكم يا البنات جايين فيهم 3 بياس، هذيك الاولى اللي وريتها لكم الصغيره وهذه الكبيره كامل فوالا، وكاينه واحده اخرى صغيره دوك نوريها لكم. فوالا البنات كنت فرجتهم هكذا، وشوفوا كيفاش جاوا شابين وجاوا بزاف هايلين في لاشومب. ودوك يا البنات لحقنا للديكور اللي راني حطاته فوق البنك كيما راكم تشوفوا، راني مفرشه هاد الطابي تاع الفيغور اللي تفرش هكذا ديكوراسيون، ماشي هذاك اللي يجي فوق الارض. فوالا كيفاش جاي من الارض، جايك شغل قماش. وكنت شريت منه زوج، كنت شريتهم 400 ألف، الواحد استقام لي 200 ألف. فوالا ماشي جاي كبير بزاف وماشي صغير، جاي موايان ان شاء الله يكون راهو يبان لكم. وكنت حطيت فوقه المصحف تاع القران الكريم تاعي وتاع الزوج ديالي، وكنت حطيت هذا الفانوس اللي جاي هكا في الدوغي، قعدت في نفس التام واللي هو الدوغي. وكنت درت هذه الشمعه الكبيره وهاد العفايس تاع ديكوراسيون كيما راكم تشوفوا، وجا الشكل تاعهم بزاف شباب وهكاك شغل ديكور راقي وبزاف هايل. وهاد الفيغور يا البنات كنت شريتو من ساحة شهادة، لقيت هذاك الموديل اللي يجو 3 بياس الكبيرة وزوج صغار معاها، وانا كنت خيرت كل حاجة وحدها وكنت شريت زوج صغار هكذا خير استقاموا لي موان شاغ. ودوك يا البنات لحقنا للفراش، ودوك نوريكم واش فرشوا لي نهار الاول، ونوريكم كامل لي ديتاي ونقول لكم شحال شريتو ومنين شريتو. كما راكم تشوفوا يا البنات هذا هو الكوفغولي كنت شريته في البلون، وجاي معاه هاد الدغا اللي راكم تشوفوا فيه، جاي غلاسي شويه كما الغلاف تاع المخايد. وكانوا فرشوا لي ثاني هاد المسند والغلاف تاعو بلون، وتان هاد لاورس تاع الماتلا ثاني في البلون فوالا. وكانوا داروا لي من الفوق هاد الدغا تاع الكوفغولي اللي جا معاه. فوالا كيفاش جاي شويه غلاسي هكا، والكاليتي تاع قماشو جايه بزاف هايله ما يتكرفسش هكا بالخف. فوالا البنات هذا هو الكوفغولي اللي فرشوه لي نهار الاول. دوك نقرب لكم الكاميرا وتشوفوا لي ديتاي تاعو شحال هايلين وشحال جاي متقون هكا في خدمته. فوالا البنات جاي قماشو جاي ماشي خشين بزاف وماشي رقيق، جاي رزين هكذا. فوالا كانوا حطوا لي هذا البوبون لهنا اللي كان جابوه لي الزوج كادور بيحفظه لي ان شاء الله. ايماجينيو يا البنات هذا البوبون كان شراه لي النهار الاخر قبل ما يدو ترسو تاعي، ايماجينيو. قال لي بلا غير حبيت كي تجي تلقايها هكا الدبدوب كبير هكذا في لاشومبغ تاعك. فوالا البنات هادو هما المخايد تاع الكوفغولي، هما يجو ربعة، كاين هادوما اللي يجي فيهم هكا الدونتيل، وكاين زوج هادوك اللي من اللور اللي يجو سامبل ما فيهم حتى موتيف. فوالا وكنت شريت هاد القلوبة، هادوما استقاموا لي 120 ألف كنت شريت زوج. فوالا كيفاش جايين هكا شغل تاع الفيغور هكا، ماشي طول بزاف الريش تاعهم. وهاد المخايل كيما راكم تشوفوا زينتهم هكذا زينتهم هكا في دارنا، درت لهم هاد الحاشية في البوردو وجات شابة وجات خرجت مع الديكور. فوالا البنات كيفاش شبحوا لي البنك تاعي جا بزاف بزاف هايل. وكانوا رسموا لي لهنا هاد القلب وكتبوا لي فيه الاس والتي، الحرف الاول من اسمي والحرف الاول من اسم تاع الزوج ديالي. وكانوا داروا لي هاد الشموع لهنا اللي زادوا فيه النص وجاو بزاف هايلين. المهم يا البنات انا هذا هو الديكور اللي كان في راسي واللي كنت حابه نديرو، مع الاخر درتو كما كنت حابه وخرج كما كنت حابه. مالغري اختي قالت لي علاه ما ديريش هنا سورتيد با، علاه ما ديريش كذا، علاه ما ديريش كذا. انا قلت لها ديري لي قلب هكذا في السامبل، وديري لي المصحف تاع القران الكريم والسجاده هكذا باش يكونوا قدامي. وتاني باش نبداو كما على بالكم لازم تبداو حياتكم بالعباده والصلاه باش ربي ان شاء الله يسهل لكم في ليلتكم ويسهل لكم ويرزقكم كامل الذريه ان شاء الله. واللي ماشي مخطوبه ولا ماشي متزوجه ندعي ربي ان شاء الله ربي يرزقها كامل واش متمنيه، ويرزقها بوليد الحلال ان شاء الله اللي يستاهلها وتستاهلو. ودوك حبيباتي كما راكم تشوفوا راني نوري لكم في الجهه التحتانيه تاعو كيفاش جايه، ولي ديتاي تاعو كيفاش جايين بزاف هايلين. وهذه هي السجاده تاعي البنات جايه في الغوز، وهذه تاع الزوج الكريم. وهذا الكوفرولي حبيباتي كنت شريته من الجرف، وكنت شريته 1,600,000 ولقيت لي موديل بزاف شابين. الموديل اللي تشوفيه ينسيك فيخه، وانا كنت حابه الكوفرولي تاعي البلون نديه هكا في السامبل، ماشي حاجه زعما شارجي بزاف وماشي خشينه. كنت ديت موديل واحد اخر اللي يجي هكا غونفلي شويه وبومبي في الغوص، وهذا تاع نهار الاول حبيته هكا في السامبل.
وهاد لي فيوس حبيباتي كنشراهم الزوج الكريم ربي يحفظه لي ان شاء الله، وكانوا استقاموا له 2 ملاعين، يعني مليون للوحده، وحده حطيتها من جهتي ووحده من جهته، وكنشرا وحده اخرى ثاني جايه بزاف طويله تتحط هكا في لي كوان، وهذيك استقامت له 2 ملاعين. وهادو هما لي نابخون حبيباتي اللي كنت ديتهم، كنت خيرتهم هكذا في البلون وجايين بالفيغور، وكنت شريتهم 150 ألف. ولا سيغي حبيباتي فيها 6، وكما راكم تشوفوا يا البنات حطيت هذاك الحرف تاع الاس والحرف تاع التي، وحطيت حبل الشموع فوق لي تابل دينوي كما راكم تشوفوا. وكما راكم تشوفوا حبيباتي هذا هو التزيين النهائي لغرفة النوم ديالي، ان شاء الله تكون عجبتكم. وفي الفيديوهات الجايين حبيباتي حندير لكم جولة في غرفة النوم ديالي، على خاطرش لا شومبغ تاعي جاية بزاف كبيرة، جهة راني حاطة فيها لا شومبغ وجهة واحدة اخرى راني دايرتها هكا بلاصة تاع القعد اللي نقعدوا فيها. وتاني حنوري لكم ندير لكم فيديو سبيسيال نوري لكم فيه، ندير لكم جولة داخل الخزانة تاعي كيفاش راني مخبية فيها كامل حوايجي. وهنا يا البنات كما راكم تشوفوا لا كوافاز راني حاطه فوقها هاد لي نابخون لي جايين تاع الفيغور، وراني حاطه فوقها هاد لي بلاطو ميغوار. لهنا حبيباتي لحقنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ما تنسوش ديروا لي لايك، واللي ماشي مشتركه اشتركي حبيبتي، ما راكيش رايحه تندمي، نحبكم.